ما بين المبالاة وعدمها، ورغم الواقع المعيشي المتردي في مناطق سيطرة النظام، يعيش كثيرون حالة من التناقض، ولا سيما في مناطق العشوائيات، حيث ينغمس بعضهم في موالاة العواطف نحو الكلاب، غير مبالين بالإمكانات المادية والنفسية التي يحتاج إليها هذا الأمر، والتي ليست في متناول أيديهم. وبحسب تقرير لصحيفة تشرين الموالية للنظام، فقد كانت تربية الكلاب في السابق من الرفاهيات وحكرا على الأغنياء، إلا أن ما طرأ اليوم من تغيير مجتمعي أسهم في دخول هذه الظاهرة إلى حياة الطبقات الكادحة، مولدا نوعا من الخلل الأساسي في الأولويات الإنسانية وتغافلا واضحا عن الواقع المرير. فتربية الكلاب ليست مجرد نزوة عابرة، بل هي مسؤوليات تتطلب نفقات بات من الصعب تأمينها في ظل الصعوبات التي يواجهها السوريون لتأمين الطعام والاحتياجات الأسرية. خبير اجتماعي قال لصحيفة تشرين الموالية للنظام إن هذه الظاهرة باتت جزءا من المجتمع الحديث، فمشاعر الرفاهية لم تعد تقتصر على الجوانب الحياتية التي كنا نألفها، بل تمت الاستعاضة عنها بمظهر الحيوان الأليف، وإن وجوده في المنزل يعكس نوعا من الانفتاح الشخصي، مما يسهم في إعادة تشكيل القيم الإنسانية للدلالة على غياب التوجيهات السليمة على حساب تقمص أفكار الغرب وما تنقله وسائل الإعلام من أفكار شبه مغلوطة.